كل سنة يتم إحياء شهر أكتوبر الوردي، تتم فيه عديد من العمليات، سواء عمليات التوعية والتحسيس أو عمليات الكشف عن المرض، حيث أنه خلال سنة 2024 استهدفنا بعض الأوساط وين اللي تتوفر على عنصر توفر على عدد معتبر من العنصر النسوي، وين العام راح نستهدفوا الأوساط الجامعية اللي فيها يعني الإقامات الجامعية وموظفات قطاع التعليم العالي، والوسط التربوي راح نستهدفوا إن شاء الله العاملات بقطاع التربية، إضافة إلى قطاع الجامعات المحلية وقطاع العدالة، إضافة إلى أوساط مهنية أخرى اللي راح إن شاء الله نقوم بعمليات التوعية والتحسيس. في هذا الشهر تم تصدير برنامج غني وثري جدا بالنشاطات المتنوعة من تحسيس وعملية كشف مبكر وعملية توعية وكذلك إلقاء محاضرات في هذا الشأن. هذه النشاطات التي تصب في هدف سامي وهو توعية العنصر النسوي بمدى أهمية الكشف المبكر عن هذا المرض، لأن عملية الكشف المبكر تعتبر نقطة فارقة في عملية التكفل إن حدث وإن تم اكتشاف هذا المرض عند المرأة.